مساء الخير الفاقر. المعلومات اللي غنقول لك في هذا الفيديو كيعنيونا كاملين، سواء عندنا الطوموبيلات سواء ما عندناش. يعني ما تسمعش الاول الفيديو تقول خي اشرف هادشي ما كيعنينيش حيت انا ما عنديش طوموبيل. في الوسط ديال الفيديو غتفهم مزيان بانك انت اللي ما عندكش طوموبيل كيعنيك هذا الفيديو، هذه المعلومات اللي غنقول لك كثر من الناس كاع اللي عندهم طوموبيل، يعني انت متضرر. وهادشي اللي غادي تسمع ما تقولش يلا ما قاريش ما غنفهموش، غنشرحوه بالخشيبات، كي قاري ما قاريش، واعي ما واعيش، والله حتى غنبسطوه. وغادي نوريك ان ارباب البراميل في هذه البلاد راه ما بقاش بيناتهم وبين صحاب السيوفه اللي كيهزوا عندنا السيوفه، الاخرين كيهزوا عندنا السيوفه تحت تهديد، وهادو كي ضروا لك الفلوس وانت كتشوف بالزمن اللي كتخلص. ما عرفتش اليوم شمن اليوم بلنا شي شويه، بقات واحد 8 دقائق 8 ساعتين ما كاملاش، واحد ساعتين ونص كاع ولا ساعتين وشي حاجه، غادي يتزاد في المازوت 68 سنتيم دقه واحده، وفي ليسانس غتزاد 52 سنتيم دقه واحده. هكذاك دير لي هكذاك غنزيدها، شنو يخرج منك كاع حتى مشيتي بحثتي في السوق العالميه ومشينا بالضبط لديك البورصه اللي عامره فساد، اللي كيتجمعوا فيها الفاسدين، اللي هي روتيردام، اللي كيعتمدوا عليها المغرب في شراء المحروقات، حيت يقولك انت ما عندكش لا سامير، يعني غنمشي لروتيردام نعتمدوا على الاسعار اللي كاينه في روتيردام. اما الكواليس مور روتيردام انت ما سي سوقك فيه. روتيردام كتقول لك اليوم السعر ديال البرميل صافي مثلا قدا وقدا، السعر ديال الفيول قدا وقدا، السعر ديال الديزل قدا وقدا، السعر ديال لاسونس قدا وقدا، السعر ديال المازوط مثلا لاسونس تعطيه لك هكذا من ديطاي، كتعطيك كل حاجه، كتشري انت مصفى ناضي، كتجي كتركبه في الطوموبيل وتزيد. حتى هنا متفقين. اليوم فقت الصباح كنلقى ان اسعار ديال المحروقات دابا مع 12 ليم هنا شي شويه غادي يتزادوا، يعني غادي يتزادوا ب 68 سنتيم دقه واحده في المازوط، 52 سنتيم في ليسانس. قلت اجي ندخل ندير واحد البحث بسيط في هذا السوق العالميه اللي كيعتمدوا عليها الفاسدين، اللي كتعتمد عليها البلاد باش تعرف الاسعار ديال المحروقات. لقيت ان ما كاينش زياده، ما لقيت السوق العالميه مستقره يعني في الاثمنه. شو السبب اللي يخلي الاسعار هنا زايده في هذه البلاد؟ هذا هو السؤال اللي كنطرحوا عليكم نتوما كمسؤولين، وكنطرحوا عليكم نتوما كشعب، حيت انا الاجابه ما عنديش. حيت الاجابه عندي لو بغيت نقول لك نقول لك زياده من راس الحماق هنا بنت ليا، ولا شي واحد وقيلا مشى دوز الكونجي ديالو جا غالي، جا عند المغاربه يرجعوا لي ما يرجعوا يرجع فلوس من عندهم. هنا غندخل معاك الحيتيات اللي خصك تلقى معايا ودنك مزيان فيها باش تفهم الاسعار ديال المحروقات علاش كتزاد في هذا المغرب وما غيوقع والو، واخا يزيدوا حتى 10 دراهم غدا المحروقات ما غتزادش غير 68 سنتيم، غتزاد ب 10 دراهم دقه واحده، غنوليو نديرو 30 درهم لليتر غدا، شنو غيوقع؟ شنو غيوقع؟ شنو يخرج منك؟ شكون انت غتقدر تهضر؟ انا نقول لك شكون هما الناس اللي يقدروا يهضروا وفعلا يقدروا يلقاو الهضره الاثار ديالهم، يعني يقدروا المؤثرين الحقيقيين اللي يقدروا مثلا ينقصوا الاسعار ديال المحروقات في البلاد. شكون هما؟ هما اللي الطوبيسات كيهزوا لك الفئات الشعبيه الكثيره باش يتنقلوا من قرايتهم خدمتهم، الطاكسيات كيديو الموظفين، والله ما كانوا طاكسيات لا الموظفين اللي ما عندوش طاكسي ما يجيكش غدا للمقاطعه، يعني الطاكسي اللي دار لك اضراب يوقف لك البلاد. الرموكات كيهزوا لك السلعه من المدينه للمدينه، الخضره، يعني ملي كنقول الرموكات كنقول الكاميوات وداكشي، ملي كنقول لك هادو كنقول لك الدينامو ديال البلاد، التنقل، النقل والتنقل، هادو هو الدينامو ديال البلاد. هادو شنو غنديروا اليوم عباد الله؟ يقرب شهر 9 خصنا شويه ديال الفلوس، اعطيهم الدعم، ياك غير برزطونا خرج لهم الفلوس، سكتهم بشي حاجه، اعطيهم اصاحبي، لوح عليهم الطعم اصاحبي، اعطيهم شنو؟ شحال خاصهم؟ الكار شحال خاصه؟ اعطيه 7000 درهم دعم في الشهر مالك، اعطي المول الرموك 12000 درهم دعم في الشهر، اعطي الطاكسي 3000 درهم دعم في الشهر، ياك الفلوس ديال الدوله. فلوس ديال الدولة لمن غنعطيهم؟ غنعطيهم طاكسيات طوبيسات كيران رموكات كاميوات، في غيديهم 12 درهم المازوط و15 درهم وهي غتزاد تولي 16 درهم كاع ليسانس، في غيديهم؟ غيجيبوهم إلينا. أنت غيعرف المسؤولين، وعندنا مسؤول واقيلا رقم واحد في الحكومة مستمر في مجال المحروقات، هذه ماشي أنا اللي كنقولها، العالم عارفها أن الرئيس الحكومة مستمر في مجال المحروقات، يعني حتى إلا خرج شي دعم من الدولة وعطاه للمهنيين ديال النقل راه غيرجعوهم إلى عنده، راه عنده وقيلا هو وجوج ديال الشركات كيمثلوا الثلثين ديال المغرب في شركات المحروقات. واش فهمتوا اللوجيك كيفاش داير؟ يعني راه ما غاديش نسرقك عين باهية، ما غتلقاش فين تحاسبني، غنهز من هنا من هاد الدولة، غنهز منا الفلوس وغنعطيهم للمول الشيفور وغيجيبهم ليا. بلاص ما نسرقهم اعطيهم الفقراء يجيبوهم لي، اعطيهم الدرويش يجيبهم. الدرويش راه غيضرب تماره في طاكسي صباح حتى هي وغيدخل 70 درهم لدارو، ولكن الفلوس الكثيره غتجيني انا مول المحروقات غتجي، وانا اللي عطيه داك الدعم، يعني غير سخرته، يعني غير خدمت به، صيفطو يسرق من البنكه ويجيب لي الفلوس ونحاسبو من الفوق ونقول ليه اسكت كنعطيك الدعم. واش فهمتي دابا 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 تنظن وقيلا راك فهمتي علاش الاسعار المحروقات اليوم غيزيد وانت غتبقى ساكت، علاش الاسعار المحروقات غيزيد وما غيطرا والو، علاش وما يخرج راي هذاك الناطق الرسمي باسم الحكومه ولا باسم خليها باسم الحكومه باش ما ندخلوش في التبرعيش. اسم الحكومه كيقول لك انا ما غندعمش واحد باغي يمشي لبوزنيقه يتسارى، وعلاش تنقول لك واخا انت ما عندكش طوموبيل وغتضرر حيت جميع الحالات واخا هذوك واخدين الدعم راه ما غيعقلوش عليك، غيزيدوا عليك الثمن
هو راه اوتوماتيكمون راه عندنا حنا فطره فينا حتى حنا، راه كل واحد فينا ساكن فيه واحد الفاسد من الداخل باش يكون واقعيين. اللي بغى يتقلق يتقلق، حنا ملي كيمشي للمازوط لقاه يساوي 17 درهم غيديروا ب 17، واخا خدام دعم عليه تكميلي على ديك 17 باش يرجع ليه مثلا ب 10 يتسمى ديروها ب 10 وكياخذ 7 درهم دعم، لا غيزيد عليك هذيك اصلا هذيك الدعم سير جلس مع مول طاكسي وشرحوا لك تلقاه فتنه اخرى. تلقى هذيك مول الاكراميه يعني مول الكريمه واحد، مول طاكسي واحد، جوج شيافر، انت وصلتي الربعه ديال الناس في دعم 2500 درهم وكيمشي لمول الاكراميه. مول الاكراميه تيقول لا ما نعطيكش، يلا سير خدم ما تخدم سير في حالاتك منك عداد شنو سير انت، يجي مول طاكسي شيافر اخر ما نعطيكش. يعني مول الطاكسي غير يحرض حتى هي وغيدخل الوليدات واحد 16 درهم 17 درهم الى دخلها، هادشي الا ما زادش من جيبو قدر الله ما شاء فعل. المازوط قلت لك من هنا شي شويه غادي يتزاد 68 سنتيم و 52 سنتيم، اللي خصو يجاوبنا على هاد اللي لقاو عنده الاجابه الحقيقيه علاش الشريفه تزاد بجيس المنافسه، هو اللي خصو يخرج يقول لنا شنو الاسباب اللي تزاد. السوق العالميه راه متبرعه منكم، خلينا هذاك الشيء ديال التضخم، هذاك الشيء ديال الاسعار، هذاك الشيء ديال طلع لنا في راسنا، امن لينا منو الشريف. التضخم عندكم نتوما سبحان الله غير ما كانش التضخم والشمال 18000 درهم الكرة، التضخم ومعطيشه دايره 23 درهم والناس كيشريو وما فهمتش. الا كنا نبقاو نقولوا التضخم كنقولوا حنايا المحروقات على شي حاجه اخرى لا، كنزنتوا الاسعار هاك. بغيتي نعرف انا التضخم ديال العالم واش ماشي هو ديالكم، بغيتي شي واحد تيفهم في الفينونس يجي يشرح لي التضخم، حيت التضخم العالم انا فهمته صرحوه لي الناس بالخشيبات. ملي كنجي نطبقوا بالخشيبات على المغرب كنلقى حتى حاجه من داكشي، يعني كاين شي تضخم في المغرب عندهم فهم اخر، يجي شي واحد يشرحوا لي العرض سيدي. انا اللي كنطلب دابا من هذا الفيديو هذا لا شي واحد كيفهم ايه هبط ليا في التعليقات يقول لي مثلا خي اشرف انت هي كتخربق راه علاش الاسعار المحروقات غتزاد اليوم، ولا بغى يدخل لروتردام يدخل يشوف واش تبدل الثمن، راه ما تبدل والو، راه حتى شهر 9 قرب الناس غتبدا تدخل المدارس ترونسبورات يبداو يتحركوا. قال لي طلع حنا في ديك الوقيته اللي خصنا نهبطوا كيقول لي طلع راه مول البوطونه هو مول الريسبسيون هو مول ولاش اكسبتي كيصيفط دوموند لراسو وكي اكسبتي راسو كياكل من نفسه.